السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، مرت علينا ايام ذكرى عاشوراء من اول محرم الى يوم الاربعينيه، وما زالت ذكرى شهر صفر ممتد الى ذكرى استشهاد الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم. بالتأكيد هذه الزيارة المليونية لها وقع وأثر كبير على نفوس العراقيين بشكل خاص والعالم الإسلامي عموما. الكثير راهن على إفشال هذه الزيارة من الأعداء ما خلف الحدود العراقية، ولكن وبحمد الله وبذكر آل البيت عليهم السلام نجحت هذه الزيارة والتغطية عليها بكل مفاصلها الخدمية والإعلامية والأمنية، ولله الحمد. وكان هذا العدد المليوني 22 مليون وأكثر، بل أنا متأكد أكثر من هذا العدد. هذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى جهد كبير جدا، إن كان من الحكومة العراقية أو من الشعب العراقي. المواكب الحسينية لم ولن تقصر بشيء، وهذا أبسط ما يقدم باتجاه القضية الحسينية. اليوم راح نتحدث عن الجانب الحكومي، الأجهزة الأمنية، كيف دارت هذا الملف، وهو من أهم الملفات العراقية، بل من أهم الملفات العالمية، كون هذه الزيارة لا نظير لها في العالم. زيارة الأربعين. اليوم معنا ضيف في برنامج بخدمتكم، الأستاذ مهند حسين، معاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي. نرحب بك اجمل ترحيب استاذ مهند. تحية لك ولجمهورك المبارك. الله يحفظكم. شكرا جزيلا على حضورك، شكرا على تلبية الدعوة. وتحياتنا لكافة الأخوة في إعلام هيئة الحشد الشعبي. شكرا لك. خلينا نبدأ استاذ مهند من يعني من موضوع طرح قبل لا أتي الاستوديو. أحد الأخوة سرب لها المعلومة، بصراحة ما أعرفها للأسف، يعني وفعلا للأسف ما أعرفها. قيادة عمليات الأربعين، شنو تعنيكم بهيئة الحشد الشعبي؟ قيادة عمليات الأربعين، هاي التسمية اللي أطلقها الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس على زيارة الأربعين، بمعنى أنه كيف استطاع الحشد الشعبي أن ينتصر على فلول داعش وعصابات داعش الإرهابية من خلال هذا الحشد المبارك، هذا الحشد العراقي الوطني، واستطاع أن يحقق النصر على داعش ببركة الفتوة الجهاد الكفائي المباركة وفتوة وانبثاق هذا الحشد المبارك. لذلك كان قرار الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس أنه كيف استطعنا الانتصار على داعش، يجب أن ننتصر للأربعينية الإمام الحسين، وأن نؤسس غرفة عمليات مشتركة فيها القوات الأمنية بمختلف صنوفها، فيها الحشد الشعبي، وفيها الجانب الخدمي والأمني والإعلامي، ولكي نستنسخ تجربة الانتصار اللي حققها الشعب العراقي على عصابات داعش، يجب أن ينتصر العراقيون جميعا لكل الضيوف الوافدين إلى العراق من خلال تشكيل غرفة عمليات الأربعين، وهي واقعا يعني نتاج حقيقي لرؤية الشهيد القائد الحاج أبو المهندس. أنه الحمد لله مثلما تكالبت دول الاستكبار العالمي وبعض العصابات التي لها علاقة بأجندات خارجية وحاولت النيل من العراق وإضعافه، وحاولت زرع الفتنة مرة، ومرة حاولت القضاء عليه، ومرة حاولت أن تدخل بشكل عصابات إرهابية، وكيف استطاع الشعب العراقي أن ينتصر على هؤلاء الإرهابيون، يجب أن ينتصر العراقيون مرة أخرى بأن يستضيف العالم بأسره. يعني مرة العراق انتصر على كل الفلول، وانتصر على كل دول الاستكبار، وانتصر على الإرهاب، والحمد لله. وهذه صورة ناصعة تحسب للعراقيين.
لكي نستنسخ التجربة ونجعل من العراق الذي أراد الآخرون إضعافه أن نجعله قوة عالمية تظهر للعالم أنه كيف يستطيع أن يستقبل كل دول العالم وكل وفود العالم وكل زوار العالم الوافدين إلى سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين كعبة الأحرار. فالحمد لله انتصرنا مرة بالقضاء على داعش وكل الفلول وكل الأجندات التي حاولت النيل من العراقيين والقضاء على عصابات الإرهابية، وانتصرنا للعراق مرة ثانية بأنه العراق انتصر للسلام وانتصر للحق بأن يكون غرفة عمليات يستضيف فيها كل الوافدين، وهذه غرفة العمليات مسؤولة عن توفير الأمن والأمان للزائرين ومسؤولة عن توفير الخدمات للزائرين. والحمد لله تم نقل هذه الصورة إعلاميا بشكل إيجابي يتناسب وحجم الزيارة. أحسنتم، جزاكم الله خير. إذن شاهدنا يمكن بعض يعني على تويتر، على بعض المواقع التواصل، يعني تويتر أكثر، يعني كون هي تستقطب دائما العرب والدول العالم، حاولوا النيل بأمور يعني بسيطة جدا، يعني لا تكاد تحسب لهذا المد البشري الكبير اللي جاء إلى قبلة الأحرار، يعني ضريح الإمام الحسين عليه السلام وأخي العباس. يعني أنتم كيف تعاملتم كإعلاميين، كإعلام هيئة الحشد الشعبي، كيف كانت استعداداتكم أيضا لقضية التغطية الكاملة للزيارة المليونية؟ احنا الحمد لله بفضل الله وقدر تعلق الامر بينا كمديرية اعلام هيئة الحشد استطعنا ان ننجح الزيارة من خلال حتى اعداد الوافدين. اليوم هذا العدد اللي ظهر بالاعلام هو عدد نسبي وليس عدد متكامل. شلون هذا حكومي يعني؟ صح، اليوم نتحدث على التكنولوجيا اللي استخدمتها العتبات المقدسة من خلال دخول الزائرين إلى العتبات المقدسة. اليوم هذه الكاميرات التي شخصت وجوه الزائرين وعملت على تعدادهم، هذا الوافدين فقط والداخلين إلى العتبات. أها، يعني هاي الذكاء الصناعي الحديث، قراءات الوجه، يعني فقط للإمام العباسي ما بين الحرمين فقط. إذن هذه الأعداد وهذه النسبة اللي ظهرت للعالم هي فقط الداخلين إلى العتبات المقدسة، ناهيك عن الآلاف والملايين من الزائرين الذين لم يتمكنوا إلى الوصول إلى ما وصل إليه الآخرين. هذا التزاحم وهذه الكثرة من الأعداد قد تمنع الآخرين من الوافدين بأنه يكونون ضمن دائرة الدخول إلى سيدي مولاي أبي عبد الله أو بالفضل العباس. إذن هنالك أعداد من الوافدين والزائرين قد يفوق هذا العدد باعتبار أنه العتبات المقدسة احتسبت فقط الداخلين إلى العتبات. نحن نتحدث عن الزائرين الآخرين الذين وصلوا إلى حدود كربلاء أو الذين وصلوا إلى حدود العتبات المقدسة والذين أتموا الزيارة وقرأوا الزيارة من خارج هذا المكان. إذن هنالك نسبة كبيرة من الزائرين قد وصلوا إلى كربلاء. اليوم نتحدث على النجاح الإعلامي الذي حققه إعلام الحشد والأخوة في اتحاد القنوات العراقية وهيئة الاتصالات المشكورة، قامت بعمل كبير هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بالإضافة إلى العتبة الحسينية والعباسية. هذا الجهد وهذا التلاحم وهذا التعاون هو الذي شجع الآخرين من كل دول العالم بالوصول والفود إلى كعبة الأحرار وزيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وأخيه بالفضل العباس في يوم 40. إذن هنالك بعض الأصوات النشاز التي حاولت أن يعني تأخذ الجانب السلبي من الزيارة وأنها لم تنجح، بدليل أن هناك كثير من قنوات الفتنة حاولت أن تزرع الكثير من الفتن وحاولت أن تزرع الكثير من الشائعات في سبيل أن لا يصل الزائر إلى العراق عموما وإلى كربلاء على وجه الخصوص. لكن الواقع فرض نفسه، واليوم نجد أنه الخطة الإعلامية الموضوعة قد نجحت وأن الكثير من الزائرين أصلا هذه السنة تحديدا قد وصل عدد الزائرين قد يعني ضعف الأعداد في السنوات السابقة. واليوم يحسب هذا إلى النجاح الكبير الإعلامي التي وضعته يعني غرفة العمليات المشتركة ما بين هيئة الحشد الشعبي وهيئة الإعلام والاتصالات والأخوة في اتحاد القنوات العراقية والعتبات المقدسة. هذا التعاون هذا التلاحم هو اللي ولد النجاح. وواقعا هنا أستذكر يعني حادثة مهمة دليل على فشل الإعلام الأصفر الإعلام المغرب. حتى في عام 2014 هنالك يعني قنوات صفراء مغرضة كانت
تصف عصابات داعش بأنهم ثوار عشائر. إذن هنالك مغالطات حاول الإعلام الأصفر أن يدخلها في منظومة العمل الإعلامية العراقية، لكن العراقيين قد تبين لهم كيف استطاع الإعلام الحر الوطني أن ينتصر على داعش، ليس فقط عسكريا حتى إعلاميا. ووجدنا الكثير من دول العالم قد وصلت إلى العراق وشاهدت بأم أعينهم كيف استطاع أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية أن ينتصروا للحق وأن يقضوا على داعش. اليوم يحسب للإعلام الحر، يحسب للإعلام الوطني هذا الانتصار. أصلا حتى عدد الوافدين وعدد الزائرين ما كانوا ليصلوا لولا أنهم رأوا هنالك إعلام حقيقي صادق نقل الصورة الإيجابية عن زيارة الأربعين. هذا صحيح. يعني أنا شاهدت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قناة يمكن ترمز لها باللوجو بأن معار، هي بعد ما اكتشفت بأنه تابعة إلى بريطانيا وهي إلى مجاهدي أو منافقي خلق، التقت بزوار الإيرانيين فقال له أنتم ليش جيتوا ليش كذا، وهذا المفروض العراق ما قدم لكم خدمات. فكان رفض يعني كبير بصراحة من الجانب الإيراني زوار الإيرانيين، وهم زوار الإمام الحسين عليه السلام. فهذا ردود الأفعال بالعكس كان نشرهم هو سلبي لهم إيجابي. فأنتم شو كانت تتعاملوا ويا بعض اللي يروجون؟ مثلا شفنا بعض الشباب اساءوا التصرف، انتم اتوقع كان تعاملكم فوق الجيد بهذا الاتجاه. نعم، في مديريه الاعلام هنالك غرفه عمليات نفسيه تتعامل مع الاحداث مره على ارض الواقع كيف يكون التعامل معها من خلال يعني نشر الملصقات ونشر التوعيه ونشر الكثير مما له علاقه بزياره الأربعين وفوائد الزياره وكيفيه التعامل وحتى توجيهات المرجعيه. نحن عملنا على طبع كل توجيهات المرجعية وتوزيعها للزائرين. هذا العمل على أرض الميدان، وهنالك عمل تم من خلال السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله انتصرنا للحق. اليوم واقعا نعتقد أنه نحن نواجه في معسكرنا معسكر الحق، نواجه معسكر الباطل، مثل ما كان للحسين عليه السلام معسكر للحسين، وكان هناك معسكر لعمر بن سعد. اليوم التاريخ يعيد نفسه، هناك معسكر الباطل يحاول أن نيل معسكر الحق، والحمد لله وجدنا في النهاية كيف انتصر الحسين بدمه للأحرار في العالم. اليوم معسكر الحق ينتصر من جديد، لكن هالمرة قدر تعلق الأمر بنا إعلاميا، انتصرنا واستطعنا أن نستقطب كل دول العالم وأن نوفر لهم الكثير من الخدمات وأن نوفر الكثير من الأمور التي وجدوها. اليوم العراق واقعا نحن كعراقيين نفخر أنه اليوم يشار إلينا بالبنان. اليوم هذا العطاء، هذا الفداء، هذا الكرم العراقي الذي لا يشبه شيء في العالم، هذه الظاهرة الكونية لزيارة الأربعينية، هذه ظاهرة كونية بالعالم أجمع. لا يمكن لا لمرشح ولا لدولة ولا أي فعالية في العالم ولا لأي كرنفال ولا لكأس العالم الذي يجمع العالم بأسره أن يستطيع أن يستقبل هذه الأعداد المليونية الكبيرة وأن يوفر لها تلك الخدمات وهذه الإمكانيات وأن يوفر لها كل ما يستلزم الوافد والزائر من جانب الطبي والصحي والخدمي والمأكل والمشرب والمنام. كل هذا اليوم حدث في العراق، إذن على العالم بأسره أن يتعلم من العراق كيف تكون الخدمة، كيف يكون هذا الكرم، كيف تكون هذه طيبة النفس، طيبة القلب. اليوم العراقيون فخورين بأنه يحتضنون يعني الإمام الحسين وأخيه بن عبد العزيز، واليوم العراقيون فخورين جدا بأنه قدموا للعالم صورة إيجابية لا يمكن استنساخها. أحسنت، وكل هذا يقول أصحاب المواكب احنا مقصرين، ونشوف نشاهد يعني البكاء بعد إنهاء مهام عملهم بالخدمة وكل هذا. يعني أنا يعني بصراحة أفتخر اليوم الزائر المتوفي من البحرين في صفوان صاحب الأمراض السكري وأمراض المزمنة فتوفى إلى رحمة الله بعد إتمام زيارة الإمام الحسين، وهني يعني لزائر الإمام الحسين آخر حياته. يعني فاليوم مجلس عزاء في منطقة صفوان بالحدود العراقيين، صار تشيع رسمي بصراحة مهيب، وراح تم دفنه في النجف. هذا العطاء والإيثار العراقي فعلا يجعلنا في مقدمة كل الشعوب. ماكو هسه دولة بهاي الإمكانيات. أي أكبر هذا الحاج هسه ذاك اليوم البعض من أضعاف النفوس ينتقد يقول مو الحاج هي مرة واحدة في مكة، ليش شو الأربع يعني زيارة عاشر من محرم، زيارة الأربعين في يوم ليلة الأربعين
كانت الشوارع تكتظ بالزائرين. الإمام الكاظم عليه السلام الناس نايمة بالشوارع، ماكو مكان، يعني ما ممكن أي بلد يقدر يوفر لهذه الملايين. لكن إحنا نفتخر بكون إحنا ولدنا في بلد الإمام علي والإمام الحسين عليه السلام. أحسنتم. هذا بالتالي هذا الجانب الإعلامي. أكو جانب آخر جدا مهم، هو الجانب الأمني، وأنتم ما معروفين عنكم بالجانب الأمني. بالضرورة أنت مطلع على كل التفاصيل الأمنية وما يخص هيئة الحشد الشعبي. كيف كانت الخطة الأمنية؟ شلون كانت استعداداتكم يعني لتغطية أو تأمين هذه الزيارة المليونية؟ يعني تعرف اليوم العراقيين ينعمون بنعمة الأمن والأمان، وبهذا وهذه الزيارة المليونية هي بفضل دماء الشهداء. واقعا اليوم نحن يجب أن نتحدث عما قدمه الشهداء في سبيل توفير الأمن والأمان، واليوم نحن نعيش بنعمة الأمن والأمان بفضل هذه الدماء التي سالت في سبيل الحفاظ على البلاد والعباد والمقدسات. هذا من جانب المعنوي. أما من جانب يعني الوضعي، فنتحدث عن توجيهات رئيس وزراء. اليوم توجيهات رئيس وزراء واضحة بتقديم الخدمات وتوفير الأمن والأمان للزائرين، وهي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى السيد رئيس الهيئة، حضر بنفسه بأكثر من اجتماع خاص بالجانب الأمني. كذلك السيد رئيس أركان هيئة الحشد الحاج أبو فدك محمداوي ومعاونه الحاج أبو علي البصري وسيد ياسر حسين العيساوي، هؤلاء المجموعة والثلة الطيبة والأخ اللواء علي الحمداني، كل ولا كانوا ضمن منظومة العمل الأمني في توفير الأمن والأمان للزائرين. اليوم من ناحية المسؤولية، فالحشد الشعبي يعتبر نفسه مسؤولا على توفير الأمن والأمان لكل العراقيين. أضف إلى ذلك أنه زيارة الأربعين، إذن هنالك كثير من الوافدين على مستوى الحدود العراقية والدول الجوار، وهنالك منافذ كثيرة فتحت في استقبال الزائرين. لذلك كان عمل الحشد الشعبي باستنفار كامل لكل قواته من شماله إلى جنوبه، من البصرة للموصل، كل أبناء الحشد الشعبي هم في حالة استنفار واضحة، سواء من الحدود العراقية، سواء من الداخل، سواء حتى في كربلاء. لذلك كان عمل الخطة الأمنية مبني على استراتيجية مهمة، هي توفير الأمن والأمان للزائرين من خلال الأطواق التي تم العمل بها في الخطة الأمنية، وبالاشتراك مع الأخوة في القوات الأمنية الأخرى. اليوم يحسب للعراقيين جميعا هذا التلاحم ما بين هيئة الحشد الشعبي والداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني والمخابرات. هذه المنظومة التي عملت كخلية نحل هي التي حققت النجاح في توفير الأمن للوافدين وللعراقيين في الأربعين. لذلك اليوم واقعا نشكر القوات الأمنية، نشكر أبناء الحشد الشعبي، نشكر كل الذين قدموا رسائل إيجابية بتوفير الخدمات والأمن للزائرين. هل كانت هناك عمليات استباقية؟ نعم، هناك عمليات استخبارات كثيرة. اليوم وجدنا خصوصا في استخبارات هيئة الحشد عملوا على توفير حتى الطائرات المسيرة لاستكشاف المناطق التي قد هناك مناطق، يعني نحن نسميها خواصر بغداد أو خواصر الفرات الأوسط، أو بالتحديد حتى من ناحية جرف. ما توقع أن توصل إلى مستوى أنه تكون رخوة؟ ما توقع رخوة؟ لا، الحمد لله. اليوم حتى الطريق الذي تم فتحه من بغداد إلى كربلاء، وهو طريق يعني يختصر على الزائر باتجاه جرف النصر إلى كربلاء، واللي هو يربط بغداد بكربلاء من خلال جرف النصر، ما شاء الله. يعني هذا الطريق هو أولا اختصار للوقت، وكذلك هو مؤمن من قبل الحشد الشعبي وتحديدا فصائل المقاومة الأخوة في كتاب حزب الله جزاهم الله خير. هذا العمل، هذا التكامل ما بين الحكومة العراقية وأبناء الحشد الشعبي وأبناء فصائل المقاومة والقوات الأمنية، تجد هذا التعاون وهذا التلاحم هو الذي حقق الفارق، هو الذي حقق الانتصار. في يوم كان جرف النصر أو ما تسمى كانت في السابق جرف الصخر، كانت هي الخاصرة التي تأتي من السهام باتجاه محافظة بغداد أو كافة المحافظات. أغلب الزائرين الذين كانوا يفدون إلى سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين في كربلاء، وخاصة في زيارة الأربعين في الأعوام ما قبل 2014، أكثر الخسائر وأكثر الضحايا كانت نتيجة هذه الطرق الرخوة وهذه الطرق المؤدية إلى كربلاء من قبل بعض الإرهابيين الذين يسكنون في منطقة جرف الصخر. والحمد لله بعد 2014
كان انتصار للحشد الشعبي بتحويل جرف الصخر الى جرفة للنصر، واليوم هذا النصر اصبح واضحا من خلال مرور كل الزائرين على هذا الطريق الجديد. هو هم اختصار للوقت، هو هم ايصال الى كربلاء بشكل افضل ومؤمن بشكل كامل 100%. وما تعبدت الا بدماء الشهداء. بدماء الشهداء واقعا، يعني هذا حقيقه يجب ان تطال. يعني تحيه اجلال واكبار لكل شهداء العراق وخاصه كتاب حزب الله الاخوان، قدموا تضحيات كبيره وجسام بصراحه في جرف النصر لكي يتم اليوم استخدامه باتجاه كربلاء المقدسه، وكذلك لا ننسى اخوان في بدر وفي كل الفصائل والاخوان في الحشد الشعبي والقوات الامنيه ايضا كانت سانده وداعمه للاخوان في كتاب حزب الله. احسنتم جزاكم الله خير. بالنسبه للحدود يعني تعرف انت الاعداد غير طبيعي وخاصه من الجمهوريه الاسلاميه توصل العدد الى 4 ملايين او اكثر. هل هناك تم تامين المنطقه، تفويج طريقه تفويج الاخوان الزائرين؟ كيف كان تعاملكم في المنافذ الحدوديه؟ الحشد الشعبي يعني والقوات الامنيه وحتى عموم الناس كان هدفهم الاساسي هو انجاح الزياره سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين، هذه الاربعينيه المهمه وهذا يعني الكرنفال وهذه الظاهره الكونيه واقعا. لذلك هذا التلاحم وهذا العمل الذي تم بالتنسيق العالي هو الذي حقق يعني الامن والامان للوافدين هنالك كل يعني المنافذ الحدوديه سواء من البصره، العماره، من جهه الكوت وباقي المنافذ الحدوديه قد وصل منها الاخوان من الجمهوريه الاسلاميه باتجاه كربلاء، لذلك كان العمل مضاعف في هذه الحدود ومضاعف في هذه المنافذ، بحيث انه بالاضافه الى تامين الطريق فان هنالك توفير الخدمات على مستوى النقل، فان كان للحكومه العراقيه بصوره عامه وهيئه الحشد على وجه الخصوص عملت على توفير المنشات والباصات وحتى التريلات في سبيل يعني ايصال الوافدين من الحدود العراقيه باتجاه كربلاء. هنالك معامل الثلج قد وفرها عن الملف الخدمي بالضبط، لكن عندنا فقط سؤال، يعني انتم هذا الجهد اللي قدموه هيئه الحشد الشعبي كيف كان تعامل الوزارات البقيه؟ يعني ممكن امنيا نتفق وياك وزاره الداخليه، أجهزة الامنيه الاخرى، لكن الوزارات الاخرى الكهرباء كيف كان تعامل وياها؟ هل هناك تعامل حقيقي؟ اولا الاخوه يعني مشكورين جزاهم الله خير في كل المؤسسات العراقيه والوزارات وبتوجيه مباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني، عمل على توحيد الرؤى وتوحيد الاهداف وتوحيد نجاح الزياره من خلال اقامه يعني تنسيقيه حقيقيه او غرفه عمليات مشتركه جمعت كل الأخوة على مستوى الجانب الأمني. هنالك غرفة عمليات مشتركة دخل فيها الحشد الشعبي وباقي القوات الأمنية، هنالك غرفة عمليات تنسيقية للجنة الخدمية هم فيها تنسيق عالي ما بين المؤسسات حتى على مستوى الوزارات. يعني اليوم وجدنا الكثير من توفير المستلزمات الصحية ومفارز الصحية، وهنالك مستشفيات قد يعني بناها الحشد الشعبي في سبيل استقبال الوافدين الزائرين. طبابة الحشد هي بالتنسيق مع وزارة الصحة. واضح شلون؟ اليوم باقي يعني الجهات والوزارات الخدميه عملت بالتنسيق مع هيئه الحشد، هذا التنسيق هو الذي حقق النجاح، هذا التنسيق هو اللي حقق الفارق، وهذا التنسيق واقعا هو اللي اليوم وجدنا رئيس وزراء حتى في اعلان نجاح الخطه الامنيه والخدميه بالضبط. هؤلاء الابطال الذين كانوا موجودين في الصوره هم نتاج ويعني واقع حقيقي لما قدمه ابنائهم على مستوى الاخوه بالداخليه، بالدفاع، بهيئه الحشد، في كل الوزارات الخدمية. وجدنا هذا التعاون وهذا التنسيق وهذا الاستراتيجية المهمة هي التي أرسلت رسائل إيجابية للعالم، وهي التي دعت العالم بالوصول والتوافد، ويعني احنا رسالتنا كانت واضحة من خلال نجاح الخطة الأمنية والخدمية، انه ان يا ابناء العالم اقدموا لزيارة الإمام الحسين. اليوم الحسين يعيش بنعمة الأمن والأمان، اليوم الحسين اصبح ظاهرة كونية في زيارة الأربعين. وجدنا كل العالم اللي ما قدر يوصل حتى على مستوى يعني حضوره في كربلاء انه كان يشاهد الشاشات في كل العالم من خلال الاعلام، شاهد كيفيه اداره هذه الزياره المليونيه، واليوم يحسب للعراقيين جميعا هذا النجاح واقعا. بالتاكيد احسنت جزاك الله خير استاذ مهند. راح نرجع على الخدمي، احنا تحدثنا بشكل بسيط لكن ندخل بتفصيلها بصراحه.
اكيد انتم عندكم دعم لوجستي، يعني نعرف الحشد اليات واعداده وافراده ذات خبره، يعني عاشوا مرحله صعبه جدا كان في داعش ومر على العراقيين، لكن انتصروا بفضل الله وهالبيت انتصروا على داعش وعناصرهم. اليوم كيف كان عملكم بالجانب الخدمي؟ يعني تناولنا الجانب الاعلام، تناولنا الجانب الامني، خدمي شلون كان فعالياتكم؟ على مستوى الخدمي تعرف احنا اليوم كهيئه حاشد الشعب المبثقه من رحم الشعب العراقي، فان تنسيقنا مع هيئات المواكب الحسينيه والعمل مع الاخوه يعني باقي الفصائل والعمل مع هيئه الحشد نفسها من خلال معاونيه الميره وهي المختصه بتوفير اللوجستيات الخاصه بالزائرين، هنالك خيم قد نصبت لاقامه المواكب، هنالك سيارات خصصت لنقل الزائرين. يعني اقناتكم محدده لو على مسير الزائرين. يعني من كل منطقة يأتي بها الزائرين باتجاه كربلاء تجد هناك مواكب خاصة لهيئة الحشد الشعبي، وهذه المواكب هي مدعومة مرة من قبل الهيئة بشكل مباشر، مرة بالتنسيق مع الأخوة في هيئة المواكب الحسينية، ومرة حتى مع فصائل المقاومة وحتى الحكومة العراقية. الحشد الشعبي اليوم هذه المنظومة المباركة نجد أنه حتى راياتها اللي يفخر بها الزائر أنه يحملها ويسير بها باتجاه كربلاء باعتبار هذه الراية هي اللي نشرت الأمن والأمان، بها رسالة اطمئنان للوافدين للزائرين. نعم، لذلك اليوم هذه الراية كانت هي يعني كانت في مقدمة الركب مع القوات الأمنية، مرة مع هيئات المواكب الحسينية، مع فصائل المقاومة، مع الحكومة العراقية. كانت راية الحشد الشعبي هي سباقة وهي في مقدمة الركب في سبيل توفير الخدمات للزائرين، والحمد لله نجحنا نجاح كبير بتوفير، يعني تحدثت لك حتى على معامل ثلج يعني قام بإنتاج الحشد الشعبي، مرة من خلال توفير الثلج من خلال معامل موجودة، مرة بإقامة معامل ثلج أنتجها الحشد الشعبي، يعني قام بصناعة معمل ثلج، ومو معمل اتحدث عن معمل واحد، مجموعة معامل، مرة مع التنسيق مع الأخوة بالجمهورية الإسلامية بنقل بعض معامل الثلج في الأماكن اللي يحتاجها الزائرين، خصوصا في المنافذ الحدودية لأن بها نسبة الوافدين أكثر. بنسبة يعني مليونية يعني تجمع بالضبط. لذلك فإن هذه الخدمات يعني تم استثمارها وتم العمل بها في سبيل توفير الخدمات للزائرين. عندكم مواكب؟ مواكب الحشد الشعبي كثيرة، يعني أضف إلى المواكب الخدمية على مستوى المأكل والمشرب وتوفير المستلزمات الصحية والطبية من قبل طبابة الحشد، أضف إلى ذلك قلت لك معامل الثلج، أضف إلى ذلك بعض الأمور. هنا أشير إلى إشارة مهمة، هناك يعني مخيمات ثقافية قد عملت هيئة الحشد الشعبي على توفيرها، يعني من خلال مرور الزائرين بالطرق المؤدية إلى كربلاء هناك مخيمات ثقافية، بهذه المخيمات الثقافية تجد أنه صور المقاتلين، صور الشهداء، يعني هاي معارض خاصة للصور، هنالك مرسم للأطفال، هنالك مثلا موكب خاص للنسوة، يعني من ضمن هذا المخيم الثقافي هنالك مثلا يعني خلينا نقول عرض سينمائي خاص ب يعني منظومة الفي آر اللي مرة نشوف 3D، مرة نشوف الزائر واقعة الطف من خلال هذا البرنامج، ومرة لا نشوف معارك الحشد الشعبي والقوات الأمنية كيف انتصرت على داعش. اليوم من خلال هذه المخيمات الثقافية طرحنا ثقافة العراق، طرحنا انتصارات العراق على عصابات داعش، طرحنا يعني كرم العراقيين حتى على مستوى الكاميرات، كانت هناك كاميرات منتشرة يعني تستقبل الزائرين وتسمع منهم انطباعاتهم ورؤاهم وكيف شكروا هؤلاء الوافدين، كيف شكروا هذا الكرم العراقي وكيف يعني أعطوا انطباع إيجابي عن هكذا خدمة وعن هكذا زيارة مهمة انتصر بها الشعب العراقي للإمام الحسين، يعني وكانت صورة إيجابية تم نقلها إلى العالم، والحمد لله هذا يحسب لهيئة الحشد الشعبي، يحسب لهيئة الإعلام والاتصالات، يحسب لاتحاد القنوات وكل العتبات المقدسة وكل الذين شاركوا في نجاح هذه الزيارة. أحسنتم أستاذ مهند جزاكم الله خير. فقط أحب أن أعود بسؤال، يعني تحدثنا واستعلمنا من جنابكم حول كل هذه الملفات اللي طرحت الأمنية والخدمية وأيضا الإعلامية، رح نرجع للمقولة اللي هي قيادة عمليات الأربعين، هل فعلا أنتم الآن امتدادا لهذه المقولة؟
نعم، احنا اعتبرنا هذا تكليف شرعي من قبل الشهيد القائد الحاج ابو مهند باعتبار انه ترك مدرسه ننهل منها، مره على جانب خدمه الزائرين، مره على توفير الامن للزائرين، مره حتى نعكس الانتصارات اللي حققها ابناء الحج الشعبي في مواجهه نعكسها ايجابيا بانه يستمر هذا الامن والامان لاستقبال الوافدين والزائرين من كل انحاء العالم. اليوم يعني واقعا نشكر الشهيد القائد الحاج ابو مهدي المهندس اللي أسس هذه المدرسة، مدرسة عمليات الأربعين، اللي هي أصلا تسمت باسمه واستمرت بخطى، وإن شاء الله نأمل أن نسير على نهجه ونسير على سيره، وإن شاء الله نعمل أنه نكون يعني خدام لكل الوافدين والزائرين لكعبة الأحرار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. أحسنتم. موضوع جدا مهم دائما ما يطرح من إخوان الزائرين، من كل الزائرين، يعني مثلا ما نحدد انه هو زائر ابا عبد الله الحسين، فبالتالي هو زائر، وان كان اي جنسيه فهو يبقى مقامه محفوظ عند العراقيين وكل خدام الامام الحسين عليه السلام. قضيه التفويج العكسي استاذ محمد، هاي دائما بنشوف هاي المعضله الكبيره بصراحه، رغم بان الحكومه العراقيه على لسان رئيس الوزراء أشار إلى بأنه 1200 سيارة باص تم استئجارها من النقل الخاص، كذلك القطارات، كذلك سيارات الوزارات الساندة، وكذلك هيئة الحج الشعبي. ما هو الحل لتغطية كل هذا العدد؟ يعني الحج الشعبي للأمانة، وهي يعني نقولها باعتبار أنه يعني رغم إعلان السيد رئيس الوزراء أنه نجاح الخطة الأمنية والخدمية بالنسبة لزيارة الأربعين، لأن العمل إلى الآن مستمر على مستوى التفويج العكسي. لماذا؟ لأنه بحسب المخطط الاستراتيجي التي وضعته يعني قيادة العمليات المشتركة بما فيها هيئة الحج الشعبي، أنه مسألة يعني عودة الوافدين والزائرين غير العراقيين لا تنتهي بانتهاء زيارة الأربعين، وإنما تنتهي حتى بعد استشهاد الرسول، أي بمعنى أنه بعد 28/0 أن هذا العمل مستمر حتى مواكب الخدمة اليوم. ما زلتوا بإنذار؟ ما زال الحشد في حالة إنذار واستنفار كامل حتى بعد انتهاء زيارة الأربعين بال20/0، فإن كل الإمكانيات والمستلزمات واللوجستيات قد انتقلت إلى النجف الأشرف لاستكمال زيارة استشهاد الرسول في النجف الأشرف. لذلك فإن مسألة التفويج العكسي ما زالت مستمرة، وتوفير الخدمات وتوفير النقل للأخوة الوافدين من الخارج موجودة ومستمرة. لذلك نحن نعمل كخلية نحل في سبيل إنجاح زيارة 28/0، هي زيارة استشهاد الرسول، لكن هذه المرة في النجف الأشرف. لذلك فإن مواكبنا، طبابة الحشد، كل اللوجستيات، كل القوة اللي اختصت بإنجاح زيارة الأربعين، اليوم نقلت كل يعني طاقاتها وخدماتها باتجاه النجف الأشرف لإعادة التجربة ولإعادة العمل من جديد، ولكن هالمرة بذكرى يعني شهادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. لذلك نحن نأمل أنه يستمر هذا العمل ويستمر هذا النجاح إلى نهاية صفر، بل أذهب أكثر من ذلك، هنالك بعد صفر هنالك عندنا يعني ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سامراء، بالضبط بعدها همين راح تكون الانتقالة إلى سامراء. فإن الحج الشعبي اليوم نتحدث عن الحج الشعبي نتحدث عن قيمة إنسانية خدمية وجدت لإظهار الشعب العراقي وقيمة الشعب العراقي بالشكل الإيجابي والصورة الناصعة. اليوم هذا العمل المبارك وهذه الصورة الناصعة على الحج الشعبي هي انعكاس للعراقيين جميعا. اليوم الشعب العراقي بكل دول العالم يفخر أنه العراقيين اليوم يستضيفون هكذا مناسبات مهمة، ويحيون ذكرى أهل البيت، ويحيون شهادة الأم المعصومين، وهذه يعني لها قيمة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أحسنتم، جزاكم إن شاء الله في ميزان أعمالكم إن شاء الله. الأخ المخرج يقول لي أن مناشدة من خلال برنامج جدات، اسمح لنا استاذ مهند. هذا مربك. مشاهدينا الكرام، احد الاخوه جاء الى محطه او قناه الايام الفضائيه، عنده مناشدة وتم تصويرها، وجزاهم الله خير الاخوان في قناه الايام، تم تصوير هذا المناشدة، راح نظهر لكم اياها هاي المناشدة، ومن ثم تصل الى الساده المعنيين. مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير ونعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة ولفيف من الموظفين في عموم العراق، يبلغ عددنا ما يقارب أكثر من 20,000 موظف. حقيقة عندنا مشكلة، وهي أنه بعد ما صدرت بعض القرارات أو القوانين باحتساب الشهادة، وهو قانون 103 لسنة 2012، حقيقة هو هذا القانون يعني بي غبن للموظف، غبن للموظف. هذا الغبن اللي هو أنه إرجاع الموظف إلى الدرجة السابعة في حال حصول على شهادة البكالوريوس، يرجع إلى الدرجة السابعة ويسكن ويسرع كل سنتين. وهذه الحالة وزارة المالية ربطت تسكين الدرجة الوظيفية للموظف الحاصل على الشهادة أثناء الوظيفة بالدرجة الوظيفية الحالية اللي هي الدرجة السابعة. وأغلب الموظفين عندهم خدمة ما يقارب 20 سنة أو أكثر، بهاي الحالة رح ينزل راتب إلى راتب بداية التعيين. وهذه أعتقد كنا يعني عند أصحاب عوائل، فرح تأثر على المستوى المعيشي للموظف. والقانون يعني الأسباب الموجبة للقانون هي تحسين الوضع المعيشي للموظف. هاي هنا نقطة استفهام، حقيقة نقطة استفهام، إنه كيف إنه تحسين وضع المعاش للموظف بهاي الحالة رح يرجع إلى الدرجة السابعة، وهو في حال أنه واصل درجة رابعة أو ثالثة ينزل إلى الدرجة السابعة راتب ودرجة وعنوان. فحقيقة إحنا بهذا الموضوع يعني في وقتها اللي دفع الموظفين إلى أنه يبادرون أنه يحسنون وضعهم الإداري بالوظائف ويتجهون إلى الدراسة، الدراسة أنه تكون عن طريق إذا كان أبو الابتدائية يقدم على المتوسطة، المتوسطة الإعدادية، والإعدادية للمعهد، والمعهد إلى الكلية. في سنة 2018 ضمنت الموازنة مادة اللي هي مادة 36 اللي شجعت أغلب الموظفين، شجعتهم أنه لإكمال دراستهم. هاي المادة أنه نصها يقول يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على الشهادة أثناء الوظيفة كل سنتين إلى حين وصوله إلى درجته، مع احتفاظه بدرجته وعنوان العفو، احتفاظه بمخصصاته ودرجته، عدا أنه العنوان الوظيفي ينزل إلى الدرجة السابعة. فهذا بشر خير للموظفين أنه دفعهم أنه يكملون دراستهم. عقبتها سنة 2019 مادة 63 نفس النص، أنه يسرع العنوان الوظيفي كل سنتين مع احتفاظ الموظف بمخصصاته وراتبه وعلاواته بنفس الدرجة اللي هو بها، ما عدا أنه راتبه العفو عنوان الوظيفي يسكن في الدرجة السابعة. هذه يعني بها نوع من يعني إنصاف للموظف، يعني راح يبقى محافظ على درجته، العفو يبقى محافظ على درجته وخصصاته وتخصيصه المالي. بال 2020 ما كانت هناك موازنة، 21 جتي خلت من هذا الموضوع، 22 كانت انه الامن الغذائي، ب 23 ضمنت هذا الموضوع ان احنا كموظفين ضمن مادة 15، فبقت الى نهاية التصويت ما حد صوت عليها، فظلت مثقلة بمقترحات، ظلت مثقلة بمقترحات أنه جنب مالية، إضافة إلى يعني كثرة وصلت إلى 22 مقترح. إجا الرد من مجلس النواب تلغي مادة 15، فقط تبقى مادة 15 بالمقترحات الحكومية، وجت خيبة أمل حقيقة للموظفين بشكل عام. يعني فحقيقة إحنا شكلنا لجان تنسيقية بعموم العراق أنه حتى تتابع هذا الموضوع وتلتقي بالسادة المسؤولين وتناشد السادة المسؤولين لإنصاف هذه الشريحة. فإحنا كلجنة تنسيقية مركزية للموظفين الحاصلين على الشهادة في يعني أثناء الوظيفة، إضافة إلى اللجان التنسيقية باقي المحافظات، مطلبنا حالياً
إصدار قرار من مجلس الوزراء ينصف هذه الشريحة اللي هي المحافظة على الدرجة الوظيفية للموظف كمخصصات وكراتب، إضافة إلى أنه يبقى يستمر بالعلاوات والترفيعات خلال فترة مع تسكينه في الدرجة السابعة، وتقليل سنوات التسريع من سنتين إلى سنة واحدة حتى أنه يقدر يسترجع السنوات بكل سهولة وسرعة حتى يتمكن من الوصول إلى المرحلة اللي هو بها. هذه عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام، شاهدنا هذه المناشدة والإخوان يعني عدد ليس بالقليل 20,000 موظف وعملية تسكين، فعليها رسالة إلى وزارة المالية وإلى دولة رئيس الوزراء أن ينظروا بهذه الحالة وهذه المشكلة الكبيرة وأن تفكك أو تبدد هذه المشكلة وذهب باتجاه حلحلة وإعطاء نتيجة إيجابية للأخوة الموظفين. أستاذ مهند، في ختام الحلقة كلمة أخيرة إذا تحبون تودون توصلوها للمشاهد العراقي. والله احنا يعني نشكر المرجعية الدينية العليا وعلى رأسها السيد علي الحسين السيستاني أدام الله ظله الوارف، ونشكر الحكومة العراقية وعلى رأسها السيد محمد الشاعر السوداني وكل المعنيين الذين شاركوا بإنجاح هذه الزيارة المباركة، والحمد لله اليوم العراقيين هذه النعمة التي يعني يعيشون بها واقعا تحتاج إلى شكران. اليوم العالم كله متجه أنظاره باتجاه العراق نتيجة زيارة الأربعين. اليوم نشكر جميع الأخوة الإعلاميين الذي أنجحوا هذه الزيارة من خلال الإعلام، ونشكر جميع الهيئات والمواكب الحسينية التي قدمت ما قدمت في سبيل يعني توفير الخدمات للزائرين، وشكرا للجميع وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق وعلى هذه النعمة وهذه المعجزة إن صح التعبير التي من الله عليها العراقيين جميعا. وشكرا أيضا لكم في هيئة الحشد الشعبي في كل محاور اللي نفذتوها إن كانت خطة أمنية والإعلامية وأيضا الخدمية. شكرا لكم من القلب، وإيثارا منكم ولم تذكروا اسم دائرتكم ومؤسستكم اللي قدمت وموازات تقدم العطاء الثر إلى الشعب العراقي، وهذا ليس بغريب عن مؤسس هذه القيادة، قيادة عمليات الأربعين، الشهيد القائد أبو مهدي المهندس. وإن شاء الله نتمنى أن نراكم في السنة القادمة بخدمة أكبر إن شاء الله. وبدخول هذه الخدمة إلى التكنولوجيا الحديثة مثل ما شاهدنا الذكاء الصناعي اللي دخلوا في العتبتين المقدستين. إن شاء الله راح نشاهد منه تحل قضية التفويج العكسي إن شاء الله، رغم معرفتنا بعدد الكبير اللي يدخل، وما ممكن لدولة أو دول تجتمع أن تقلل من هذا الزخم، لكن بفضل الله وأهل بيته إن شاء الله سوف نشاهد في السنة القادمة تحل هذه المشكلة إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ مهند حسين معاون مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي، شكرا لكم مرة أخرى. شكرا لكم جميعا. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج وأنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.